السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، كي نتوما لاباس بخير الحمد لله. هانتوما كيما كتشوفو اليوم نحال الصباح كيرعى على فليو، الحال موجود، المرعى موجود، كل شيء موجود. حنا كنتواجدو في شمال المغرب في اقليم تطوان. هاد العام المرعى موجود تبارك الله، شني النحل قليل، النحل قليل. هاد العام ما كاينش الطرد بزاف مقارنه مع السنه اللي فاتت، كان الطرد موجودين بزاف. تقريبا العام اللي فات شي 10 ديال الطرد اللي عمرت هنايا، هاد العام والو. هاد العام عمرت 3، واحد هرب، جوج بقاو الحمد لله. هانتوما كيما كتشوفوها الفلين الطبيعي اللي كنعدلو منو الجبوحة، الجبح باللي ولا كل شيء موجود. حنايا كنظنو هنايا بالخلايا التقليدية، كيجيب ربي التيسير. ما شاء الله، اللهم بارك، الحمد لله على كل نعم. الحمد لله. احنا هنا في شمال المغرب المرعى لا ينقطع، لا ينقطع ابدا الحمد لله. دابا كيجي في اليوم وراه كيجي ديك النباتات ديال الباقوليات، هاديك مطيشة وكلش. دابا مطرون بدا كيظهر، التوت البري حتى هو. المهم الخير موجود ان شاء الله تبارك الله، هنايا موجود اخوان. المرجو اشتراك معنا في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد في تربية النحل في شمال المغرب اقليم تطوان. عن طريق الخلايا التقليدية وغير التقليدية.